بسم الله الرحمن الرحيم. مع أول محاضرة في محاضرات كورس البيدياتريك راديولوجي للأندرجراديوت ميديكال ستودنتس، هنبتدي الأول بمقدمة سريعة يعني إيه بيدياتريك راديولوجي. زي ما أنتوا بتدرسوا مادة خاصة بأمراض الأطفال، إحنا عندنا تخصص برضو في الأشعة اسمه البيدياتريك راديولوجي، اللي هو بنوجه فيه كل وسائل التشخيص بالأشعة أو بالموجات الصوتية أو بالرنين المغناطيسي لتشخيص أمراض الأطفال. طبعا زي ما أنتوا عارفين، زي ما أنتوا بتدرسوا مادة الأطفال، عشان الأطفال لهم بعض الأمراض الخاصة بيهم اللي ما بتصيبش غير الإيدج جروب ده، فإحنا برضو عندنا التخصص ده في الأشعة عشان نشخص هذه الأمراض. طيب إيه الحاجة اللي بنراعيها؟ إن إحنا عندنا طبعا بعض الوسائل اللي بنشخص بيها زي الإكس راي والسي تي بتستخدم مواد أو أشعة معينة، والأشعة المعينة طبعا لها ضرر على الجسم، فلازم نستخدمها بحرص وبستخدمها بالدوز اللي تتناسب مع الأطفال. ما ينفعش أعمل فحص أن إنديكيتد لطفل ويتعرض فيه لأشعة، يبقى فيه طبعا مشكلة. كمراجعة سريعة كده، إيه هي الميثودز أوف إيميجينج؟ طبعا عندنا البلين إكس راي، ممكن نستخدم الكونتراست ستاديز اللي هي زي الباريام سوالو أو الباريام ممنم، عندنا الألترا ساوند ستادي، عندنا السي تي والإم آر آي والنيوكلير ميديسين ستاديز. الصور اللي انتوا شايفينها دي من مستشفى الاطفال اللي كنت بتدرب فيها. زي ما انتوا شايفين، حتى مش بنكرس بس الاشعه ان احنا نشخص بيها امراض الاطفال، ده احنا بنعمل لهم او كان بيتعمل لهم هناك الانفايرمنت اللي بيتصوروا فيها انها تبقى فريندلي بالنسبه لهم، انها تبقى شكل الحضانه او المدرسه اللي بيروحوها وعليها زي ما انتوا شايفين ستيكرز وحاجات كده، بحيث ان الطفل ما يحسش انه داخل هوستايل انفايرمنت او مكان يبقى متضايق فيه. طبعا عشان الاطفال برضو بيتحركوا كتير، ساعات بنحتاج بعض الاجهزه الخاصه كده بتاعت اللي هي الاموبلايزيشن ديفايسز زي اللي البيبي ده متصور فيها، عشان لما نيجي مثلا نصوره في شيست اكس راي، بحيث ان احنا ما نقعدش نعيد الفيلم او نكرر الفيلم بسبب ان البيبي بيتحرك ونعرضه للريسك بتاع ريبيتد اكسبوجر للايونايزنج راديشن. هنبتدي باول برانش هنخلي فيه اللي هو تشيست ديزيزز، واول حاجه هنتكلم عليها الهايلاين ميمبرين ديزيز او السيرفكتانت ديفيشنسي ديزيز. وطبعا السيرفكتانت ديفيشنسي ديزيز واحد من الديزيز اللي معروفه بتحصل في البريماتيور نيونيتس، وبتخش تحت عنوان كبير كده اسمه ريسبيراتوري ديستريس سندروم، اللي هو البيبي بيتولد مش قادر ياخد نفسه كويس، فيبقى احد الاسباب انها ممكن تكون تشيست بروبلم. اول بروبلم ممكن نشوفها اللي هي بنسميها السيرفكتانت ديفيشنسي ديزيز، ولو نفتكر كده من الفسيولوجي بتاع سنه اولى وثانيه، ان السيرفكتانت دي كانت ماده بتتفرز بالتايب 2 ليموسايتس في الالفيولاي، كانت مسؤوليتها انها بتخلي الالفيولاي تبقى بيتنت ومفتوحه. السيرفكتانت بيعمل زي نفس الاكشن بتاع الصابون لما بنحطه على الميه ونلعب باللعبه بتاعه البابلز دي وننفخ فيها، هي اللي بتحافظ لنا على الشكل اللي هو بتاع البابل اللي هي بتاعه الهواء دي في لعبه البابلز. طيب يبقى ايه الباثولوجي اللي بيحصل عندي في السيرفكتانت ديفيشنسي؟ لما ما بقاش في سيرفكتانت يبقى كل الالفيولاي دي هتبقى كولابسد. طيب ايه اللي بعمله للبيبيز دول لما بكون شك انه يكون عنده سيرفكتانت ديفيشنس ديزيز؟ بعمل له اكس راي اول ما يتولد. طبعا لان السيرفكتانت ديفيشنس ديزيز بيأفكت اللنج كلها، فبيبقى عندي بايلاترال سيمتريكال انفولفمنت للبوث لانجز، وطبعا الالفيولاي عشان كلها كولابسد فبيبقى عندي سمول سايزد لانجز. فالسمول سايزد لانجز بعرفها ازاي؟ بلاقي طبعا ان الدايفرام بيبقى عالي شويه عن الليفل بتاعه، بلاقي فيه كراودنج للريبس. الحاجة التانية ان الالفيولاي المفروض يبقى فيها هواء، طبعا الهواء اللي في الالفيولاي ما عادش موجود، بيبقى الهواء اللي موجود بس موجود في التراكية والمين ايرويز، فبيديني المنظر اللي هو بتاع الوايت لانج ده، او اللي هو المنظر بنسميه زي شبه بتاع الكونسوليديشن كده، بيبقى جواه الخطوط البرانشنج دي بتاعت الاير برونكوجرام بتاعت اللي هي البرونكاي والبرونكيولز اللي رايحة سبلاي الالفيولاي دي. طبعا عشان بيبقى فيها كارتلاجينس وور فبتنها بيتنت فيها اير، فا اجينست الباك جراوند بتاعت الكولابسد لانج البوث سايدز، فيبقى عندي افتكر كده السيرفكتانت ديفيشنت ديزيز ده ديزيز اوف بريماتيوريتي، الافكشن فيه بيبقى بايلاترال وسيمتريكال، بيبقى عندي ديكريزد ايريشن في البوث لانجز، تمام، بيبقى عندي سمول لانج فوليومز، وبيبقى عندي اللي هو الوايت لانج او اللي هي لانج بتبقى اللون بتاعها فاتح كده، او اللي بتسميه منظر اللي هو الاير، وفي اللي هو اللينير بلاك شادوز بتاعه الاير برونكوجرامز بتاعه البيتنت اير ويز جواها.
بأول ديزيز عندنا اللي هو السيرفكتن ديفيشنت ديزيز. هذا الديزيز مش مشهور او ما بيحصلش معاه بلورال افيوجنز، ما بيشوفش معاه بلورال افيوجنز عادة. طيب نخش على الديزيز اللي بعده. في حاجة تانية برضو من الأسباب اللي ممكن تعمل اسبيراتوري ستريس سندروم في النيونيتس، بس دي بتحصل أكتر في البيبيز اللي هم الفول تيرم، حاجة بنسميها الميكونيوم اسبيريشن سندروم. إيه اللي بيحصل في الميكونيوم اسبيريشن؟ غالبا البيبيز دول بيبقوا فول تيرم وبيبقوا تعرضوا لستريس ديورنج ليبر، أو بيبقى في مثلا برولونجد ليبر أو ابستراكتد ليبر. البيبي بيروح جاي مطلع الميكونيوم، وده شكل الميكونيوم للي ما شافوش، بيبقى عباره عن اللي هو الفيرست اكسكريتا بتاعت البيبي. دي طبعا بيبقى فيها الدبري مع السيلز مع الهير اللي كان البيبي بيشربه في الامنيوتيك فلويد وبيخش في الجي اي تي. الفكره ان اللي يشوف الميكونيوم او اتعامل معاه ماده لزجه جدا وعامله زي كده الحاجه اللي بتلزق قوي. طب ايه اللي بيحصل؟ ان الميكونيوم لما بيطلع في الامنيوتيك فلويد والبيبي ياخد نفس او يشهق عليه يحصل اسبيريشن الميكونيوم ده في الاير ويز. طيب يبقى ايه اللي بيحصل عندي؟ انت وبختك بقى، الميكونيوم ممكن يروح على اير واي يعمل فيها كومبليت اوبستراكشن او يعمل فيها بارشال اوبستراكشن، ممكن يروح على لنج واحده، ممكن يروح على البوث لانجز. فيبقى اذا بيبقى عندي يونيلاترال او بايلاترال واسيمتريكال انفولفمنت لللنج، وبيبقى عندي ممكن ارياز فيها كولابس زي الحته البيضه دي، وارياز ثانيه ممكن يحصل فيها هايبر انفليشن. الحتت اللي بتبقى كولابس غالبا بيبقى الميكونيوم عمل complete obstruction للايرواي بتاعها، والحتت اللي فيها هايبر انفليشن بيبقى فيها partial obstruction للايرواي بتاعها. طيب يبقى اذا افتكر تاني حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل لي respiratory stress في النيو بور اللي هو الميكونيوم اسبيريشن سندروم، ده بيبقى unilateral or bilateral asymmetrical involvement للنج. غالبا الفوليوم بتاع اللنج بيبقى نورمال او ساعات بيبقى هايبر انفليتد كمان بسبب الارياز اللي هي بيحصل فيها قلنا partial obstruction للايرواي بتاعها، وزي ما قلنا انه بيبقى unilateral or bilateral واسيمتريكال involvement. ايه المشكله اللي ممكن تحصل من ميكونيوم اسبيريشن؟ ان اللنج اللي بيحصل فيها هايبر انفليشن ممكن الالفولاي بتاعتها ترابشر ويحصل منها نيموثوركس زي ما حصل في هذا البيبي. طيب يبقى النيموثوركس ايه اللي حصل؟ المفروض ان الايرواي طبيعي يبقى جوه الايرويز اللي هي تراكيا وبرونكاي، او موجود جوه الالفولاي ما يبقاش في حته ثانيه. طيب يبقى النيموثوركس معناها ايه؟ ان الاير هرب على البلورال سبيس، وانتوا عارفين البلورال سبيس ده بيبقى اصلا البريشر فيه نيجاتيف، والمفروض انه بيحافظ على الشيب بتاع اللنج والانفليشن بتاعها. طب ايه اللي يحصل لما يحصل نيموثوركس؟ هلاقي ان فجاه اللنج اللي حصل ناحيتها النيموثوركس بتكولابس زي ما انتوا شايفين، هي الشادو الابيض ده بتاع اللي هو الكولابس لنج، وعندي الجيت بلاك ترانسلوسنسي ده بتاع الاير اللي دخل في البلورال سبيس. طبعا ايه مشكله النيموثوركس؟ ان البيبي ده طبعا ممكن يخش في دي ساتوريشن طبعا، ويبقى محتاج ايميديت تيوب انسرشن عشان اعمل ري انفليشن اللنج دي واحسن اكسجين ساتوريشن بتاعه. يبقى عرفنا ان النيموثوركس برضو البرزنتيشن بتاعه، ودي واحده من الكومبليكيشنز المشهوره جدا اللي ممكن تحصل سواء بسبب الميكونيوم اسبيريشن سندروم ده لو في النيونيت، او ممكن ايفن سام تايمز النيموثوركس بيحصل كاحد الكومبليكيشنز بتاعه الفنتيليشن في البيبيز اللي هم بيقعدوا في الحضانه مده طويله. طيب ايه برضو ديزيز تاني ممكن يحصل للنيو بورن او يسبب برضو ريسبيراتوري ستريس سندروم؟ اللي هو حاجه اسمها ترانزينت كيبنيا اوف ذا نيو بورن. والترانزينت كيبنيا اوف ذا نيو بورن لها اسم تاني برضو ساعات بيسموها الويت لانج ديزيز، ودي الثيوري بتاعتها ان بيقولوا ان دي غالبا بتحصل في البيبيز اللي هم بيتولدوا بسيزيريان سكشن. واحد الثيوريز بتقول ان البيبيز دول المفروض ان لو هم بيتولدوا طبيعي كنورمال فاجينال ديليفري، السكويزنج بتاع البيرث كانال على التشيست ده بيطلع اي اكسس فلويد من اللنج. فبيقول لك البيبيز اللي هم بيتولدوا سيزيريان ما بيحصلهمش السكويز ده، فبيبقى اللنج بتاعتهم فيها شويه فلويد زياده. الميزه ان الترانزنت كيبني اوف ذا نيو بورن ده ديزيز سيلف ليميتنج، والبيبي بيحتاج بس شويه اكسجين يومين في الحضانه وبيطلع كويس. طب البرزنتيشن بتاعه ازاي في الاكس راي؟ بيبقى عندي من اسمه كده، هو اسمه ويت لانج ديزيز. ويت لانج يبقى فيه ميه زياده، الميه دي ممكن تبقى في اي حته، ممكن تبقى في الانترستيشن بتاع اللنج. فلو في الانترستيشن بتاع اللنج بلاقي حاجه اسمها ستريكي بيري هايلر اوباستيز، يعني حاجات كده خطوط اللي هي طالعه من الهايلر زي الخطوط الرفيعه دي، تمام؟
طالعه بايلاترال وسيمتريكال كده، وتعمل لي ستريك كيبر هايلر اوباستيز. ممكن الفلويد زياده دي في الالفلاي تعمل لي منظر بتاع الكونسوليديشن، او ايفن ممكن الاقيها في البلورال سبيس تعمل لي بلورال ديفيوجن زي الاوباستي اللي احنا شايفينها هنا في الرايت كوستو فرينيك انجل. يبقى ده برضو ديزيز من الديزيز اللي هي ممكن تحصل في النيو بورن، اللي هي بنسميها ترانزنت كيبني اوف ذا نيو بورن، وزي ما قلت لكم سيلف ليميتنج، وبتربطه بالهيستوري بتاع البيبي، ان البيبي ده غالبا بيبقى مولود عن طريق سيزيريان سيكشن. نيجي على انتيتي مهمه جدا بتحصل برضو في الاطفال، اللي هي النمونيا في الانفنتس. النمونيا عندي طبعا ممكن تبقى نتيجه بكتيريال او فيرال انفكشن، دي اشهر حاجه، وفي الاطفال اللي هم الاميون كومبرومايزد ممكن ايفن تبقى فانجال انفكشن. الباترنز بتاعت النمونيا معروفه، ان هي ممكن تبقى بتسميها بتعمل اللي هو اللوبر كونسوليديشن زي الحاله دي كده، انها ممكن تاخد لوب من اللنج كده، والكونسوليديشن معناه ان الاير اللي جوه الالفلاي بقى ريبليسد بفلويد، فاي اير يبقى ريبليسد بفلويد يبان لي كشادو ابيض في الاكس راي. وغالبا اللوبر كونسوليديشن زي ما قلنا بيبقى شادو ابيض، وبرده جواه الاير برونكوجرامز، لان زي ما احنا بنقول الاير ويز بيتن الاير موجود فيها، بيتبان خطوط سمراء جوه الباك جراوند الابيض بتاع الحته بتاعت الكونسوليديشن. طبعا ممكن تيجي لوبر نمونيا، ممكن تيجي برونكو نمونيا باتر. برونكو نمونيا باتر هتيجي شادوز كده بيضه صغننه وسكاترد مثلا في بوث لانج، ده اللي بنسميه البرونكو نمونيا باترن، ان انا الاقيها بايلاترال وسمول شادوز اوف كونسوليديشن سكاترد في بوث لانج، او ما تيجي لوبر انفولفمنت انها تاخد مثلا الابر لوب او الميدل لوب او اللور لوب. من ضمن الحاجات اللي يونيك شويه في الاطفال، ان ممكن تيجي النمونيا احد بعض انواع البكتيريا النمونيا تيجي كراوند شادو، بيسموها ايفن راوند نمونيا، دي ناخد بالنا منها، لان دي لو طبعا شفت الشادو المدور ده في ادلت طبعا بتشك في ساعتها في مالجنسي او ان يكون في ماس. انما في الاطفال لو عندي بيبي جايب فيفر وكف وكونستيتيوشنال سيمتومز ماشيه مع انه عنده ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ولقيت الراوند شادو ده اشك ان ده يكون راوند نمونيا. دي احد البرزنتيشنز اليونيك في الاطفال شويه، مجرد البيبي ده ما بياخد العلاج بتاعه و بيتعمل له اللي هو السبورتيف كير بتاعه بيبقى كويس وبيتحسن، وبلاقي الشادو ده اختفى تماما. ده بالنسبه للباترنز بتاعت البكتيريا النمونيا. طيب الفيرال نمونيا بتيجي شكلها ازاي؟ الفيرال نمونيا طبعا مشهوره جدا زي الانفلونزا فيروس والحاجات دي والكلام ده، بتيجي انها تعمل انترستيشال اديما، ما بتعملش لوبر او ما بتعملش اير واي اير سبيس كونسوليديشن اسف، فبتعمل لي اللي هو المنظر بتاع البايلاترال ستريك كيبر هايلر اوباستي، واللي احنا سمعناه زي بتاع ترانزنت كيبني اوف ذا نيو بورن. فلما الاقي ده بيبقى عباره عن انترستيشال اديما في البوث لانج، بلاقي ان اللانجز الايريشن بتاعها كويس وكل حاجه، بس بلاقي الانترستيشن بتاعها ثيكند، فبلاقي بايلاترال ستريك كيبر هايلر اوباستيز. وطبعا الفيرال او البكتيريا النمونيا ممكن يحصل معاها برضو ايه بلورال افيوجن كومن جدا يحصل فيها. من ضمن الحاجات اللي هي برضو كونجينيتال ممكن تأثر لي على البيبي، وبتبقى زي في اوفرلاب كده ما بين الشيست والجي اي تي، حاجه اسمها الكونجينيتال دايفراجماتيك هيرنيا، ان انا يكون عندي ديفكت في الدايفرام ويحصل منه اسكيب للابدومينال كونتنتس للشيست كونتنت. طيب ايه المشكله لو حصل كده؟ ان غالبا دي بتبقى حاجه كونجينيتال ممكن تحصل للفيتس من هو في بطن امه، فالكونتنت اللي هي مش طبيعي انها تبقى في الشيست بتضغط على اللنج وتعمل لي بالمونري اندر ديفلوبمنت، فبتخلي لي اللنج عشان تديفلوب في الانتراترال لايف لازم يبقى السبيس حواليها كده واسع وتلاقي مكان تفرد فيه. فلما تخيل بقى لما انا ادخل معاها باول كده زي ما انتم شايفين هنا الكولو حصل فيه ديفكت كده في الدايفرام بوستيريور ديفكت، وطلع الكولون في الليفت هيميثوراكس، يبقى هو خد زحم الليفت لانج في مكانها، فطبعا هيضغط على اللانج ويخليها اندر ديفلوبت ومش خليها اريتد كويس، وممكن يعمل لي ريسبيراتوري ستريس، غير كمان اللي هي الجي اي تي سيمتومز اللي ممكن يعملها البيبي زي ده. طيب اللي عايزين نعرفه بس ان طبعا الكونتنت اللي تطلع ممكن اي كونتنت تطلع سمول باول، تطلع ستومك، تطلع كدني. الكونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا بتحصل اكتر على الناحيه الشمال، ممكن تبقى بوستيريور ديفكت اللي بنسميها بغدلك، وافتكر كده بوستيريور مع بغدلك، او ممكن تبقى انتيريور هنا بنسميها المرججني، وايفن سام تايمز ممكن تحصل على نورمال اورفيس زي اللي هي الاسوفجيال اورفيس كده وتطلع الاستومك تتزحلق لفوق بنسميها اللي هي الايه السلايدنج هيرنيا.
طبعا دي احنا بنتكلم هنا عن كونجنتال ديفراجماتيك هيرنيا. طبعا لو هي مش كونجنتال ممكن تبقى طبعا برضو بوست تروماتيك بعد مثلا اكستنت كبيره او كومبريشن جامد للشيست او الابدومن، يحصل معاها ديفراجمات كتير ويبقى ساعتها اكوايرد ديفراجماتيك هيرنيا. طيب ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ الاكس راي هنا زي ما احنا شايفين ان في اير فيلد ستراكشرز كده في الليفت هيموثوركس، وهلاقي ابص على البطن كده الاقي سكافويد وفاضيه تمام، والمفروض ان انا الحاجات اللي فيها اير في الابدومن اللي هي الباول. طيب حبينا نتاكد ايه اللي حصل، عملنا هنا انيمال البيبي تمام، زي ما انتم شايفين ادي الريكتام والسيجمويد والديسندنج كولون، ولقينا بعد كده بقيه الكولون كله الترانسفيرس والاسندنج والسيكام كله فين؟ في الليفت هيمي ثوركس، وده الفيلم اللي هو الاي بي واللاترال بتوع هذا البيبي. بنيجي برضو لانتيتي مشهوره جدا بنشوفها برضو في النيونيتس، ودي المفروض ان البيبي اللي هو يتولد في اي مكان كويس في مستشفى بيكون فيه دكتور اطفال اللي هو بيشفط له بيشوف نفسه والحاجات دي. من ضمن الحاجات اللي بتحصل ان هم بيركبوا ساعات يدخلوا نيزو جاستريك توب عشان يشفطوا الامنيوتيك فلويد الزياده عشان ما يحصلش البيبي اسبيريشن منه وكده. فبنلاقي الاتي، بنلاقي ان البيبي ده ساعات البيدياتريشن يقول لك احنا بندخل النيزو جاستريك تيوب لانها بتطلع من بق الولد على طول، او لو البيبي مزد الحكايه دي اثناء اللي هو السكريننج اللي بيتعمل ساعه ما بيتولد يقول لك البيبي ده لما بيجي يرضع بيرجع اللبن، مش بيرجع بقى، بتلاقي بيحصل ريفلكس كده او ريجرج للبن زي ما هو والبيبي يشرق عليه. طيب ايه اللي بيحصل؟ الاسوفجيال اتريزيا لوحدها ان يكون الاسوفجاس زي الحاله اللي هي تايب ايه ده، ان يكون الاسوفجاس فيه كومبليت اوبستراكشن كده ومش كونكتد مع الديستال بارت بتاعه، وبيتشخص بطريقه سهله جدا ان احنا بنحاول ندخل نيزو جاستريك تيوب، بنلاقي النيزو جاستريك تيوب دي جت ولفت في الابر اسوفجيال باوتش ورجعت تاني تمام، زي ما انتم شايفين هنا كده اللوب اللي انتم شايفينه ده. حاولنا ندخل نيزو جاستريك تيوب، طبيعي النيزو جاستريك تيوب تنزل كده تمشي كده قدام السباين لحد ما توصل لايه؟ الاستومك. الشادو التاني اللي احنا شايفينه ده بتاع التراكيال اندوتراكيال تيوب عشان البيبي ده بيبقى على فنتليشن ساعات عشان الاسبيريشن اللي بيحصل له. وزي ما انتم شايفين نظرا لان الديستال اسوفجيال باوتش مش واصله باي حاجه خالص، فبنلاقي ان الابدومن هنا كومبليتلي جازلس، لان طبيعي ان البيبي هو بيعيط بيبلع الهواء، ممكن الهواء يخش على الاسوفجس يخش على الاستومك ويعمل لي اللي هو النورمال باول جاز باترن بتاع الايه الاطفال. فدي اللي هي ايسوليتد اسوفجيال اتريزيا. اللي بيحصل طبعا ان الاسوفجيال اتريزيا ساعات ما بتحصلش لوحدها، بيحصل غالبا انها بتبقى اسوشيتد مع حاجه اسمها تراكيو اسوفجيال فيستولا. اشهر ثلاث انواع ان يحصل ايسوليتد اتريزيا زي المنظر ده، ان انا بعمل تشيست اكس راي كده واركب نيزو جاستريك تيوب والاقيها لوبت والاقي جازلس ابدومن، او المور كومن ان بيكون الديستال باوتش او الديستال اسوفجيال سيجمنت بتبقى كونكتد مع التراكيه. ساعتها ببص على البيبي ده بلاقي فيه باول جاز موجود، لان الباول جاز جاله من اللي هي الشنتنج اللي حصل هنا او الوصله اللي حصلت هنا ما بين الديستال اسوفاجس مع التراكيه. وبتتشخص بنفس الطريقه برضو ان انا بحط نيزو جاستريك تيوب والاقيها لوبد كده وما بتعديش للاستومك، وايفن حتى لو اديت شويه كونتراست كده ما الاقيهمش بيعدوا من الايه بلايند باوتش دي، بس هلاقي جاستريك اير بابل والاقي اير في الباول. الاشهر برضو او الثيرد كومن تايب اللي هي بنسميها اتش تايب فيستولا، ساعتها الاسوفاجس بيبقى كونتينوس والتراكيه قدامه بيبقى فيه انومالس كونكشن كده او فيستولا ما بين التراكيه والاسوفاجس. مشكله البيبي ده ان كل ما يرضع هتلاقي ان الكونتنت اللي هو الرضع اللي بياخدها بتخش على التراكيه، يحصل له اسبيريشن ويكح ويجي له ريبيتد اتاكس اوف تشيست انفكشن. دي التايبس اللي هي دي واي، دول رير شويه تمام. لما نيجي نبص على الحاله دي، ادي البيبي ده كان جاي لنا من حضانه وده معمول عندنا هنا في جامعه طنطا، البيبي ده كان بيجي بريبيتد تشوكينج وريبيتد تشيست انفكشن، كان يونيت عمره حوالي 20 يوم او حاجه زي كده. احنا هنا عملنا له كونتراست ستادي زي ما انتم شايفين، ادي النيزو جاستريك تيوب واصله عادي لحد الاستومك والاستومك واصلها كونتراست، بس واحنا بنحقن كده الكونتراست بشويش اندر فلوروسكوبي لقينا ان في اللي هي الانومالس كونكشن دي واللي اتملى هنا بالكونتراست، ادي التراكيه والرايت مين برونكاس وادي البرانشات بتاعتها. فده اللي بنسميها تراكيه سوفجيال فيستولا اللي هي الاتش تايب اللي هي زي تايب سي ده، ودي من الحاجات المشهوره جدا اللي بيحصل لنا ريفيرال عليها في قسم الاشعه في الاطفال اللي هم بيحصل لهم ريبيتد شوكينج وريبيتد تشيست انفكشن، بتتبعت لنا الحالات دي عشان يتقال لنا بليز اكسكلود تراكيه اسوفجيال فيستولا.
طيب نبتدي نخش على بعض الجي اي تي ديزيز برضو كومن اللي بنشوفها في الاطفال. في من ضمن الحاجات المشهوره جدا في النيونيت ان البيبي يتولد وبعد ما يتولد يجوا يرضعوه يقول لك البيبي ده بيرجع اخضر. بيرجع اخضر يعني بيرجع بايل ستيند فوميت. تمام. طيب ايه اللي بنبتدي نشك فيه؟ نشك ان يكون عنده ديودينال اتريزيا، ان بيبقى فيه كومبليت اوبستراكشن في الديودينم. غالبا الاوبستراكشن ده بيبقى عند الليفل بتاع الثيرد السكند او الثيرد بارت بتاع الديودينم، وغالبا بيبقى تحت الليفل بتاع الامبولا اوف فاتر، وده بيبقى السورس بتاع البايل، لان انتوا عارفين الامبولا اوف فاتر دي بتريسيف البايل من الكومن بايل داكت اللي هي بتتحد مع البنكرياتيك داكت. طيب اللي احنا بنعمله ايه؟ بنعمل سيمبلي كده بلين اكس ري للابدومن وهو اريكت، يعني البيبي بشيله كده احاول اشيله زي الواقف ونسخن له اكس ري. ايه المنظر اللي بنشوفه؟ بنشوف المنظر ده تيبيكال قوي وانتم بتحبوه واحنا بنحبه وسهل جدا وتفرحوا قوي لما بيجي لكم في السبوتس. عندنا طبيعي ان البيبي ده لو زي ما قلنا خلال اول 24 ساعه بيقعد يعيط ويبلع هواء، المفروض انا الاقي اللي هي الجاستريك اير بابل كده والاقي بقيه الاير متوزع كده في الابدومن. اللي بيحصل هنا بلاقي حاجه اسمها دبل بابل ساين اللي هي بتبقى عباره عن جاستريك اير بابل والاير بابل الثانيه بتاعت الديلينيتنج كده اللي هي الجنكشن ما بين الفيرست والسكند بارت بتاع الديودرام، وما بلاقيش اي ديستال باول جاز خالص في الابدومن. فاول ما بشوف المنظر ده على طول بنشخص ديودينال اتريزيا، وبالفيلم الاكس راي ده بس البيبي على طول بيتحول على زمايلنا في جراحه الاطفال بيتعمل له ريبير عشان نفتح الاتريزيا دي ونصلح البيبي. طيب ممكن بيحصل ايه تاني في البيبيز دول؟ ممكن برضو البيبيز دول بيبقوا نينيت، بيجي البيبي ده يقول لك ان البيبي ده بعد ما اتولد في خلال 24 او 48 ساعه لازم يكون فضل ميكونيوم اللي في بطنه كله. فبيحصل الاتي، بيحصل ان ساعات بيجي لنا البيبيز دول يقول لك والله البيبي عنده ابدومينال اكستنشن اند هي ديدنت باس ميكونيوم، ما عداش الميكونيوم بتاعه. ساعتها بنشك ان تكون الاتريزيا عنده اللي هي او الاوبستراكشن نينيتال، دي من الحاجات برضو اللي بتصيب النيونيت، ان يكون الاوبستراكشن ديستال زي ما يكون في منطقه الاليا. طيب بنشوف ايه لما بنعمل البلين اكس راي بتاعنا؟ بلاقي زي ما انتم شايفين كده مالتيبل دايليتد باول لوبس بتبقى عامله زي الخراطيم كده، حتى هم بيسموها تيوبولار ابييرنس كده اوف ذا باول اللي هو مشاور عليها بالاسهم دي، اللي هي منظر التيوبولار ابييرنس بتاع الباول ده مش طبيعي في الاطفال. المفروض الطبيعي بيبقى عامل زي فخاخ الصابون الصغيره بنسميها بابلي ابييرنس، انما لما الاقي التيوبولار او الدايليتد باول لوبس دي ابتدي اشك في ايه؟ في ديستال باول اوبستراكشن. طيب ايه اللي بنعمله في الحالات دي؟ بنعمل البيبي كونتراست انيما. لما بعمل كونتراست انيما ايه المنظر اللي بشوفه؟ بلاقي الكولون رفيع كده وعامل زي الفتله. تمام. واجي احاول ازق الكونتراست ادخلها على السمول باول، يعني طبيعي ان انا لو زقيت كونتراست او اديت كونتراست بزياده شويه بتعدي من الاليوسيكال جنكشن وتوصل للايه؟ للسمول باول. اللي بيحصل الاتي هنا ان انا بعدي بدي الكونتراست بلاقي الباول او الديستال باول اسمه كول سمول، بنسميه سمول انيوزد كولون، او الاسم الثاني اللي ممكن تسمعوه برضه في الكتب اسمه المايكرو كولون. طيب ليه منظر المايكرو كولون ده؟ نظرا لان في كومبليت اوبستراكشن عند الليفل بتاع السمول باول، الكولون ده ما عداش فيه اي كونتنت اثناء الانتراوتراين لايف، وربنا خلق اي اورجان بيديفلوب انه يشتغل. فالكولون حتى السمول باول واللارج باول اثناء ما احنا في الانتراوتراين لايف بيعدي فيها الكونتنت عشان تشتغل وتديفلوب النورمال كاليبر بتاعها. فبسبب الاليا الاتريزيا هنا زي ما انتم شايفين المالتيبل دايليت باول لوبز اهي، مفيش حاجة عدت في الكولون، فالكولون ده حتى اسمه سمول انيوزد كولون، كولون زيرو لم يستعمل، ما عداش فيه أي كونتنت قبل كده، عشان كده بيبقى صغير وعامل زي الفتلة. وده من على طول بقى أول ما نشوف المنظر ده بنشخص إن عنده إليا الأتريزيا، برضه بنحوله على زمايلنا بتوع جراحة الأطفال عشان يعملوا إيه؟ أنستموزز، ويشوفوا الأتريزيا فين ويعملوا ري أنستموزز، والبيبيز دول إيه يتعمل لهم ريبير. حاجة مشهورة جدا 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 بتحصل برضو في البيبيز، ممكن تبريزنت في النيونيت لايف او ممكن تبريزنت بعد شويه، بس غالبا بتبان على طول في خلال النيونيت او الانفانت، حاجه اسمها الهيرش سبرانج ديزيز. هنا عندي الهيرش سبرانج ديزيز ده مشكلته انه فانكشنال اوبستراكشن. يعني ايه فانكشنال اوبستراكشن؟ معناها ان مفيش اناتوميكال ديسكونتينيويشن زي ما حصل في الاليا الاتريزيا في الحاله اللي فاتت. المر ايه اللي حصل عندي؟ عندي الباول هنا بيتنت وكويسه وكل حاجه، بس عندي مشكله في الديستال بارت بتاع الكولون اوف فاريبل لينز، بيبقى غالبا في الديستال باول ايا كان، سواء ديستال كولون ممكن ياخد الريكتام، واخد لحد السيجمويد، واخد لحد ترانسفيرس، وات ايفر. الديستال بارت ده بيبقى بنسميه اجانجليونيك. يعني ايه اجانجليونيك؟ لو تفتكروا كده في الهيستولوجي ان كان في حاجه اسمها الجانجليون سيلز اللي في الوول بتاع الكولون،
ودي المسؤولة عن البروباجيشن بتاع البريستالتيك ويفز. فبتيجي جزء في الكولون ما بيبقاش فيه جانجليون، معناها ان مش هيبقى فيه بريستالسيس. المفروض ان البريستالتيك اكتيفيتي دي هي المسؤولة عنها تحرك الباول كونتنت لحد ما تبقى اكسكريتد تحت الانس. طب تخيل بقى ان انا الجزء ده فيه جانجليونز وبعدين الجزء ده ما فيهوش، فيبقى الجزء ده مش هيبقى فيه اي بريستالسيس بالرغم ان هو بيتنت، بس هيحصل فيه فانكشنال اوبستراكشن ان هو ما بيشتغلش وظيفته ان يزق الكونتنت بتاعته لايه لبره. طيب البيبيز دول بيبريزنت بايه؟ برضو بيبريزنت ان في اول 48 ساعه غالبا بيبقى فيه ديليت باسج اوف موكونيا. الحاجه الثانيه ان البيبي ده برضو بيجي بمنظر مميز جدا او بهيستوري مميز جدا، ان البيبي ده تلاقي بطنه منفوخه ويقول لك بيعمل حمام مثلا كل 3 4 ايام، وعاده الحمام بتاعه بيبقى ريحته وحشه جدا وفلويدي. ليه؟ لان هو الريتيند باول كونتنت او الريتيند فيكال ماتر في الكولون بيحصل لها بيوتريفاكشن وبعدين تبقى ليكوفايد، فبتطلع بالبريشر العالي اللي جوه بتاع البريشر بتاع الجازز ده بتتزق كده من خلال الجزء اللي هو ايه الاجانجليونيك. طيب المنظر ده مميز جدا، تلاقي البيبي فعلا عنده امساك، بيعمل امساك مره كل اسبوع، مره اربع خمس ايام، وريحه فعلا الفيكال ماتر بتاعته بتبقى فعلا سترونج جدا ووحشه جدا يعني. فاللي بيحصل ان البيبيز دول لما بنشوفنا عنده هيرش سبرانج ديز، ده صحيح منظر اللي هو الانترا اوبرتيف بتاعه، ده النورمال باول، وده اللي هو الاجنجلونيك باول. الاجنجلونيك باول دايما بيبقى سباستيك وفي سمولر كاليبر، وما بين الجزء النورمال والابنورمال بيبقى في حاجه اسمها ترانزيشن زون. فالبيبيز دول بتشخصوا ازاي؟ ان احنا بنعمل لهم كونتراست انيما ببريكوشنز معينه كده. لما البريكوشنز دي بنعملها ان احنا ندخل قسطره رفيعه كده وما ننفخش البالونه بتاعتها، ونحقن كونتراست شويه بشويه عشان نشوف الجزء السباستيك ده. طبيعي ان الريكتم المفروض بيبقى اوسع حته في الباول عشان ده الريزرفوار بتاع الفيكال ماتر، هنا بلاقيه سمول وسباستيك، وبعدين الاقي فيه ترانزيشن زون اللي هي عامله زي الحته اللي عامله زي السبعه دي، والاقي بعد كده دايليتد بروكسيمال باول. نفس الكلام هنا، دي بيبي برده كان جاي هيرش سبرانج ديزيز، شايفين الريكتم كله سباستيك وفي عندي السيجمويد دايليتد، حتى في حاجه كده علامه عندنا بنسميها الانفيرتد ريكتو سيجمويد ريشيو، ان السيجمويد يبقى اوسع من الريكتم وده مش طبيعي، والاقي ما بينهم ترانزيشن زون، دي على طول اشخص ان البيبي ده عنده هيرش سبرانج ديزيز. وطبعا الكلينكس ري بتاعته برده فيها بيبقى فيها المنظر بتاع الديستال باول اوبستراكشن بتاع اللي هو الدايليتد باول ويز تيوبولار ابييرانس، ده منظر اللي هو ايه الريبير بتاعها في الجراحه، بيشدوا الكولون كده وراح جاي عامل ريسكشن للجزء الجانجليونيك ومرجع الجزء الايه السليم تاني. طيب برضو من الديزيزز اللي بنشوفها كتير جدا في الاطفال البريماتيور حاجه اسمها النكروتايزنج انتيروكولايتس. ايه النكروتايزنج انتيروكولايتس؟ ده انفلاميشن بيحصل في السمول باول اوف انون ايتيولوجي، واللي بيحصل ان البيبيز دول بيبتدي يخشوا في باول اديما. في اول مرحله بيحصل انفلاميشن ويحصل باول اديما وهايبريميا، وبعد كده بيحصل بعد كده باول اسكيميا، وممكن بعد كده يحصل باول بيرفوريشن وليك وحاجات كده. طيب النكروتايزنج انتيروكولايتس بيحصل زي ما قلنا هو ديزيز اوف بريماتيوريتي، بيحصل سكندري ساعات برضو عليه بكتيريال انفكشن بيزود اللي هو الموربيديتي بتاعت البيبي. طيب بنشخصه ازاي؟ المفروض ان الايرلي فايندنجز بتاعتي ان لما بيحصل نكروتايزنج انتيروكولايتس بيحصل اديما في الوول بتاع الباول وبيبقى فيها ديكريزد بريستالسيس. فلما نعمل البيبي ده اكس راي نلاقي ان في المفروض ان البيبيز اللي في الحضانه اللي عندهم سسبكتد انتيروكولايتس بقعد اعمل لهم ريبيتد ابدومينال اكس راي، فالاقي يقول لك تلاقي فيكسد باول باترن، والاقي ان هي الباول باترن كده الريجولار وفي مثلا فيكسد ما بيتحركش، المفروض ان البريستالسيس بتتحرك او بتغير شكل الباول باترن في الاكس راي، الاقيها فيكسد وممكن الاقيها سكانتي او الاقيها قليله والاقيها كده ايه فيها اديمينس ابييرنس. من ضمن الكومبليكيشنز اللي لما اشوفها على طول اتوقع نيك، بس بنكون وصلنا مرحله متاخره شويه، اللي هو يحصل بعد الاديمه بتاع الوول يحصل نكروزس ويحصل اسكيب للاير اللي جوه الباول لللايرز بتاعه الوول بتاعه الباول. فهنا الاقي المنظر اللي هم بنسميه النيماتوزس انتستاينالس اللي هو باين قوي هنا في الاكس راي ده اللي انتم شايفينه الاسمر ده الاير اللي جوه الباول، وبعدين هلاقي خط اير تاني كده مرسوم حوالين الاير ده، ده الاير بسميه انتراميورال اير في الوول نفسه، دخل ما بين اللايرز بتاعه الوول بتاعه السمول باول. طبعا دي ساين مش كويسه، واللي احنا كده يعني وصلنا لمرحله متقدمه
وساعات القرده بتنه يهرب لحد ما يوصل ايفن حتى يخش يوصل جوه الليفر في البورتال راديكلز. ساعتها ده بيبقى ايه شبه تيرمينال يعني، او بنبقى في مرحله متاخره جدا من النكروتايزنج كتير وكولايتس. المثال اللي احنا جايبينه هنا ده يعني عشان بس يبقى واضح بالنسبه لكم كطلبه اندر جراديوت، اللي هو حاجه نسميها النيماتوز انتستايناليس، ان نلاقي اير جوه الباول واير انترانيورال في الوول الادمتس وول بتاع الباول نفسه. شايفين حتى الوول نفسه فيه اديمه وفي اير كمان جوه اللايرز بتاعته. فلما الاقي منظر اللي هو النيماتوز انتستايناليس ده على طول افكر في حاله نيكروتايزنج انتيرو كولايتس. طبعا نيكروتايزنج انتيرو كولايتس زي ما قلنا الاير ممكن يهرب انتراميورال، ممكن كمان يحصل باول نكروزز ويهرب جوه البريتونيال كافيتي يعمل لي منظر النيمو بريتونيوم. طبعا انتوا ممكن تكونوا خدتوا في كورس جي اي تي ان النيمو بريتونيوم لما بنصور البيشنت اريكت بنشوف اير اندر ذا دافرام، انما اللي بيحصل ان البيبيز بتوع الحضانه ما بنقدرش نصورهم اريكت، ما بنقدرش نطلعهم من الحضانه، فساعات بنصورهم سوباين. فايه اللي بيحصل؟ الاير بيتجمع زي ما انتم عارفين تحت اللي هو الايه النون ديبندنت بارت، يعني هيطلع الهواء لفوق واي فلويد هينزل لتحت. فالبيبي لو نايم سوباين زي ده بلاقي الاير بيتجمع اندر الانتيرور ابدومينال وول فيعمل لي منظر اللي هو البيضاوي ده. وبعدين عندي هنا خط كده شايفينه ده، سيبكم الاساطر واللاينز والحاجات اللي راكبه دي، في عندي خط كده اللي انا مشاور عليه بالماوس ده، الخط ده بتاع الفالسي فورم ليجامنت. فبيدينا منظر البيضاوي ده شبه الكوره بتاعت الفوتبول الامريكاني اللي هي الامريكان فوتبول دي، تمام؟ فدي بنسميها الفوتبول ساين، ان الاقي الاير عامل لي المنظر البيضاوي اللي هو متجمع تحت الانتيرو ابدومينال وول، وبعدين الفالسي فورم ليجامنت عامل الخط اللي هو اللي عامل زي الخط بتاع الايه الفوتبول دي اللي هي بنسميها الفوتبول ساين. طيب البيبي بتاع الحضانه ممكن صحيح ما اقدرش اوقفه على حيله، بس ممكن انيمه على جنبه زي الفيلم ده كده، احنا نيمنا البيبي على جنبه فالهواء طلع لفوق بقى الاير تحت الابدومينال وول، بس بدل ما يبقى تحت اللي هو الدايفرام بقى تحت اللاترال ابدومينال وول. كل الاسمر الجيت بلاك ده نيمو بريتونيوم. يبقى عرفنا النيمو بريتونيوم شكله ايه في السوباين او في الديكيوبيتاس فيلم، وفي الايركت انتوا شفتوه في الجي اي تي اللي هو بيبقى اير اندر ذا دايفرام، وده كومبليكيشن طبعا لاي باول بيرفوريشن. لو في النيونيت هفكر في نكروتايزنج انتيرو كولايتس، لو بيبي اكبر ممكن افكر في حاجات الانفلاماتوري باول ديزيز او كومبليكيتد ابنسايتس او بوست اوبراتيف او اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تعمل باول بيرفوريشن في اولدر ايج في طفل. يبقى ده منظر اللي هو النيمو بريتونيوم. برضه من الديزيزز اللي مشهوره جدا بس بتحصل في يعني ممكن تحصل في الليت نيونيتال بيريود او في بعد الشهر الاولاني في الانفانسي، حاجه بنسميها الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس. ايه الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس؟ بيجي ازاي؟ ان البيبي ده بيتولد بيرضع كويس جدا بيمشي كويس لمده اسبوعين او ثلاثه، بعد كده مامته تقول لك انا برضعه الولد بيروح جاي مرجع، يبقى عنده بروجكتايل فوميتنج، مرجع اللبن قدامه زي ما هو ومجبن كده، تمام؟ والولد دايما الريتابل وجعان وبيبتدي يحصل له ويت لوس، البيبي بيلوز ويت ما بيحصلوش الويت جين اللي هو متوقع بالنسبه للطفل اللي في سنه. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ الباثولوجي اللي بيحصل في منطقه البايلوراس، مش معروف سبب البايلوريك ستينوزس بيحصل ايه، هو اللي بيحصل حتى اسمه ساعات ايديوباتيك هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس، ان هي كده فجاه البايلوريك ماسل كده بيطلع في دماغها انها تبقى ثيكند، تمام؟ والميوكوزا بتاعتها تبقى ثيكند وتروح جايه قافله على الاستومك اوتلت، يعني بتعمل نوع من انواع الجاستريك اوتلت اوبستراكشن، ما تعديش اي حاجه منها، تمام؟ ده المنظر الباثولوجي بتاعها، ده الاستومك، وادي المنظر بتاع ثيكند بايلوريك ماسل، تمام؟ والميوكوزا كمان بتبقى ثيكند. طيب البيبي لما بنشك ان هو عنده هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس بنعمل ايه؟ من احسن الحاجات اللي بتشخصه دلوقتي الالترا ساوند. ليه؟ لان انا مجرد ما بحط البروب كده وبص على الرايت ابر ابدومين كده او الرايت هايبوكوندريا بلاقي الليفر والجول بلادر، وبص وراها ادي المنظر اللونجيتيودونال بتاع الهايبرتروفيك بايلوريك ماسل، بيبقى اللي هو اللون الاصفر ده الماسل، بقدر اقيس الثيكنس بتاع الماسل، المفروض ان هو لو لقيته 3 مللي او اكتر ولقيت طول الكنال اكتر من 15 مللي على طول اشك في المنظر بتاع اللي هو الهايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس. وفي الترانسفيرس سيكشن بتاعها لان انا بالبروب ممكن الفه باي اتجاه زي ما انا عايزه، فده اللي بيتنال سيكشن وده الترانسفيرس سيكشن، بتديني منظر كده زي المنظر اللي هو الهدف ده اللي بنسميه التارجت ساين. ولو بصيت حتى ميزه الالترا ساوند ان هو ريال تايم سكاننج، يعني بشوف حاجه وهي تحصل قدامي على طول زي الفيديو كده، فادي الجاستر كونتنت اللي هي البيضه دي ما لاقيش حاجه منها بتعدي خالص جوه البايلوريك كانال.
كان في كده بعض التشبيهات الظريفة كده في بعض الكتب الفاني، يقول لك بتلاقي ان منظر بالور الكنال كده عامل زي سندوتش الهوت دوج، دايما تلاقي سندوتش الهوت دوج تلاقي العيش الفينو بتاعه اصغر من الهوت دوج نفسه، والهوت دوج هنا الحقيقه بيبقى الميوكوزا اللي هي الهايبرتروفيك ميوكوزا نفسها بتاعت بالور الكنال بتبقى برضه هايبرتروفيك، فاللي بيحصل ان هي بتبقى ثيكند كده وعامله لي الجزء اللي في النص عامله زي الهوت دوج كده، بتبقى باظه ايه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، والعيش اللي هو عامل لي شكل المنظر اللي هو الايه المصل دي. دي بعض اللي هي التشبيهات الفاني كده اللي بتبقى ساعات كده اللي ايه للترفيه والتخفيف عن الماده العلميه الناشفه اللي احنا قاعدين بنذاكرها. فده الهايبرتروفيك بالوريك ستينوزس بنحب جدا نشخصه بالالتراساوند، كان زمان بيتشخص بالكونتراست ستادي، بطل الكلام ده دلوقتي لان طبعا بتيجي تعمل للولد كونتراست ستادي انت بتعرضه للريسك بتاع الراديشن، وكمان بتقعد جنب البيبي ساعتين ثلاثه على بال ما بتلاقي الجاستريك كونتنت عدت وبتعدي حاجه بسيطه جدا، انما الالتراساوند ما بياخدش 10 دقائق وتلاقي نفسك شخصت هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس، والبيبيز دول بيتحولوا برضه على جراحه الاطفال، عمل لهم حاجه اسمها بايلورو مارويتومي بيبقوا كويسين جدا بعدها وبيبقى الدنيا زي الفل. من ضمن برضه الباثولوجيز اللي بنشوفها في الجي اي تي مشهوره جدا، دي بتبتدي تحصل برضه في السن بتاع الانفانتس، اشهر سن لها السن بتاع 7 8 اشهر لما يبتدوا يحاولوا يفطموا البيبي. البيبي معروف ان الوول بتاع السمول باول بيبقى فيه اللي هي الليمفاتيك سيستم وبيبقى فيه بعض شويه الليمف نودز، البيبي بيبتدي ياكل اكل من بره، الاكل من بره ده ساعات ممكن يبقى فيه كونتامينانتس تعمل ستيميوليشن للاميون سيستم، فيحصل مثلا ان الليمف نود يحصل فيها شويه انفلاميشن او يحصل فيها شويه رياكشن فحجمها يكبر. اول ما حجمها يكبر ايه اللي يحصل؟ بتبتدي الباول تتعامل معاها على انها حاجه اسمها ليد بوينت، فبتحاول تزقها كانها الباول ما بتعرفش انها حاجه مش جوه اليومن دي حاجه في الوول، بتحاول تبتدي تزقها تزقها تزقها، فايه اللي بيحصل؟ الباول بتخش جوه بعضها كده زي لما بنيجي نعمل الشرابات لما نيجي نشيلها في الادراج. اي واحد لو بص على الشرابات بتاعته هتلاقي ان بنجيب الفردتين الشراب كده ونقلبهم جوه بعض. هو ده اللي بيحصل في الانتسبشن. زي ما انتم شايفين السمول باول بيبقى فيه طبعا ممكن يحصل في اي ليفل، بس اشهر ليفل ان يحصل ان الاليوم يخش جوه السيكم. فادي السمول باول بتروح جايه داخله جوه السيكم كده بيبقى فيها مالتيبل لايرز كده اللي بنسميها ايه الانت، ده بنسميه الانتسبشن. تمام، تبقى بالظبط عامله زي ما تدخل الشراب في بعض كده، لما تحط ايدك في الشراب وتشده كده وتقلبه على بعضه عشان تشيله في الدرج. طيب الانتسبشن بيجي ازاي؟ بتلاقي زي ما قلت لكم بيبقى بيبي تقريبا في السن بتاع الفطام اللي هو 7 8 اشهر، بيجي الكلينيكال برزنتيشن بتاعه ان مامته تبتدي تقول لك الولد عنده اسهال ممخط بدم، او اللي هو بيتسموه الريد كارنت جيلي ستول اللي هو بيقول لك ان البراز بتاع البيبي بيبقى شبه مربة الريد كارنت. الريد كارنت ده نوع من انواع البيريز كده اللي هو زي كريز او حاجه زي كده. تمام، ف البيبي يجي البراز بتاعه مخط دم. طيب وبيبقى طبعا عنده ساعات كوليكي بين وريتابل كده. من ضمن الحاجات اللي بتشخصه جميله جدا ان احنا بنعمل الترا ساوند بنلاقي منظر كده اللي هو بتاع الباول اللي داخله في بعضها دي، وكانوا ساعات بيشبهوها حاجه اسمها سودو كيدني ساين، وادي الكيدني النورمال بتاعت البيبي والاقي ايه البيبي عنده حاجه شبه الكيدني كده، ممكن جنبها لو هو اليو سيكال انتسبشن لو دي رايت كيدني الاقي المنظر اللي هو بنسميه السودو كيدني ساين ده. تمام، اشك على طول البيبي ده عنده انتسبشن. من ضمن الحاجات اللي كان ممكن بنعملها برضو زمان ان احنا نعمل كونتراست انيما، هلاقي ان الانيما الكونتراست هيمشي كده في الباول لحد ما اوصل للجزء اللي هو الليد بوينت بتاع الانتسبشن اللي هي هنا، هلاقي عامله لي كده منظر فيلنج ديفكت شبه اللي هو الايه حاجه بنسميها كده الكلو ساين. والحقيقه الانيما بيبقى ساعات ما بنعملهاش بس كدايجنوستيك تيست بس، ساعات بنعمل بيها ايفن ريدكشن، يعني انا بعمل بريشر دي بعملها ساعات هاي بريشر انيما بحيث ان انا احاول اخلي ان الفلويد بتاع الانيما ده يبتدي يزق لي الباول ده يرجعها مكانه، وساعتها بنستعملها كدايجنوستيك وثيرابيوتيك افكت في نفس الوقت، لان انا لو قدرت ازق اللي هو ايرلي انتسبشن، وده بنعمله على فكره في الطوارئ، وساعات بنعمله اندر الترا ساوند جايدنس، ان انا ساعات بيطلب مننا الموضوع ده كتير ان هم بيركبوا قسطره زي ما انتم شايفين ونبتدي ندي فلويد ببريشر كده بالعقل طبعا، وابتدي اشوف اللي هي الليد بوينت بتاعت الانتسبشن دي وهي بترجع تاني مكانها، وده بيوفر على البيبي طبعا ان احنا نفتح بطنه ونعمل له سيرجري. طبعا لو فيلد بنضطر طبعا نعمل له سيرجري. فده اللي هو الانتسبشن، تشخيص بتاع الالترا ساوند بنشوف اللي هو المنظر السودو كيدني ساين او اللي هو الكلو ساين بتاع الكونتراست انيما. بكده نكون خلصنا اول جزئين اللي هما الشيست والجي اي تي ديزيز،
وأشكركم على حسن استماعكم.